زي ما احنا قلنا يا باشمهندسين، ده ان شاء الله المشروع اللي احنا هنشتغل عليه احنا بالشكل اللي قلنا ده. عايزين النهارده نبدا نرسم لوحه، حتى لوحه نرسم لوحه منهم تبداوا تطبقوا عليها ونطبق في البيت على لوحه كمان زي ماشي. اول ما بتفتح برنامج الاوتوكاد زي ما انت شايف كده بتلاقي الشاشه اللي هي الستاب بالشكل اللي قدامك. اول حاجه عشان لسه مصور البرنامج فمش جايب لي لوحات كتير، دي المشاريع اللي بتفتحها، يعني ده مثلا ستراكشر وند روج، دي كل المشاريع اللي انت فتحتها واشتغلت عليها يبدا يجيب لك على طول في وشك هناك. تمام كده؟ طبعا انت لو انت عايز تفتح حاجه منهم تضغط عليها يبدا تشتغل. طب انا عايز ابدا مشروع جديد خالص، عايز ابدا ايه؟ مشروع جديد. في علامه من فوق هنا اسمها ايه؟ فايل، هقول له ايه؟ نيو، او استخدم ايه؟ شورت كات اللي اسمه كنترول ايه؟ عايزك تتعود على حاجه، الكاد بالذات محتاجك تكون بتعرف شورت كات كتير، يعني تصور. ما تقعدش بقى ايه؟ كل شويه ريكتانجل ده كذا، ده السيركل كذا، الكلام ده كله. حاول انك تتخضع الكيبورد وتعمل ايه؟ تتعود عليه على الشورت كات عشان ايه؟ تنجز وقتك. فاحنا نقول له وليكن انا عايز اعمل فايل نيو بروجكت او العلامه من فوق من هنا، اوبن اهي، حاجه جديده. هيقعد يجيب لك ملفات كتير جدا جدا، حاجات كتير جدا. في الجنب هنا حاجات اللي تخصها اللي انت عايزه. عايز امبريال ولا عايز متريك؟ يعني امبريال؟ يعني ايه وحدات امبريال؟ اللي هي الفيت، اللي هي الوحدات الامريكيه، الفيت، الانش، الحاجات دي كلها. انا محتاج الوحدات دي في حاجه؟ احنا محتاج الوحدات بتاعنا في ايه؟ متريك، اللي هي الملي والسنتي والكلام ده كله. فانا اقول له من هنا ايه؟ متريك، ارجع فتح لي الوحده دي. طبعا الديفولت بتاع الوحده دي بيكون وحداتها ايه؟ بالملي. طيب نفترض انا عايز اغير الوحدات، دي اول حاجه عايزين نتعلم فيها. الامر بدخل الاوامر الاوتوكاد ازاي كده من البدايه؟ الاوتوكاد يقبل الاوامر من كام طريقه؟ ثلاث طرق. ايه هما؟ يا اما استخدم الكوماند بار اللي هو تحت ده، يبقى المحور ده اكون انا عارف الشورت كات بتاع الحاجه اللي بتكتبها. ده اسلوب. ايه تاني؟ الرمز احنا عايزين نتشارك، مش عايز انا اتكلم بس، عايزين بكل المشاركه واحده. في شريط فوق هنا كده اسمه الشريط ده، ده موجود في الاوفيس من اول 2007. الشريط ده اسمه ايه؟ الريبون. الريبون ده برضو عامل لك الاختصارات كلها بتاع البرنامج بس في شورت ايه؟ تابس قدام هنا كده. بحيث لو عايز ارسم مستطيل او مستطيل اهو، دايره الدايره اهي، مش عارف ايه كل حاجه قدام ايه؟ قدام هنا. اول الشريط، اول الاختصار الثالث ايه هو؟ شايفين الشريط اللي فوق ده اسمه المينيو بار. يعني انا ممكن ارسم ريكتانجل من هنا، او اجي من هنا من درو اقول له ايه؟ ريكتانجل، او اروح جاي رايح بالشورت كات اكتب ايه؟ اي بي سي الثاني. في مشكله كده عندكم؟ يبقى في كام طريقه؟ ثلاث طرق. طبعا الشريط ده لو ما لقيتوش ظاهر عندك او متسطب بيكون مخفي من هنا كده. تضغط على السهم اللي فوق ده كده وتقول له حاجه اسمها شو منيو. في مشكله؟ يبقى نبدا باول حاجه عندي ان انا عايز اظبط الوحدات بتاع اللوحه بتاعتي. بكتب امر اسمه داش، علامه الداش دي اللي هو السالب، دي دبليو جي. يعني ايه دي دبليو جي؟ درو. ده اختصار الشورت كات بتاع اللوحه بتاعتي بتاع الكاد. انا لوحه الكاد بتاعتي في عندي شورت كات، اختصار اسمه دي دبليو جي. اسمه ايه؟ دي دبليو جي. دي خاصه بلوحات الدرو اللي هي الرسومات. واختصار تاني اسمه دي اكس ام. اختصار اسمه ايه؟ دي اكس ام. يبقى دوت دي دبليو جي ودوت دي اكس ام. دوت دي دبليو جي ده بستخدموه فين يا جماعه؟ لو حد رون زي اللي انا قدامي دي لوحه هرسم عليها اربع الكلام ده كله. طب لو حد الدي اكس ام بستخدمها فين؟ لو انا هصدر البرامج بتاع فين زي السعر بتاع الكلام ده ماشي كده؟ فانا بقول له دي دبليو جي يونتس، حتى هو كان بيتباع. راح جاي يكتب له ايه؟ انتر بس. بيقول لي يا باشمهندس، يا باشمهندس انا هنا بص كده ورا كده معاك الدروينج يونتس بتاعتك، وحدات الانش او الفيت ولا الملي مترز ولا السنتي متر ولا الكلام ده كله. انا عايز اعرف دلوقتي انا موجود في اي وحدات من دول. بص كده ما بين قوسين كاتب لك الرقم كام؟ ثلاثه. يعني ايه ثلاثه؟ يعني انا واقف في انهي وحدات دلوقتي؟ الملي مترز. طب انا عايز اغير خلال الملي اعمل ايه؟ شايف الرقم كام؟ سته. سته، اكتب بس سته وافضل اضغط انتر بس كتير. هفهمك كل ده قدام دلوقتي ايه المقصود. دلوقتي بقى الباحث بتاعك الوحدات دلوقتي دي اهم نقطه عندك، عشان الناس تقعد ترسم على المنيو تيجي تصدر تقول يا باشمهندس انا برسم بالفيديو مش واخد بالي وحدات زي البيت الكلام ده في مشكله كده عندكم. يبقى دي كده اللي احنا ظبطتها دي بيت. في شويه اعدادات كده عايزين نظبطها في الاول للبرنامج ده، لازم تظبطها عشان تساعدك كتير. الاعدادات دي كلها موجوده في قائمه تحت اسمها اوبشن، رايت كليك عليها كده واضغط على اوبشن. هيبدا الاعدادات وانتم تطبقوا ازاي تظبط الاعدادات عندكم. شايف الشاشه الاوبشن اللي قدامك دي كلها؟ انا بزمن منها شويه حاجات كده. اول حاجه لو انت عايز تغير اللون بتاع مين؟ بتاع الخلفيه بتاعتك، انت مش عاجبك اللون الاسمر، عايز يبقى لون ابيض، لون ماجنتا، اي حاجه انت عايزها تبدا تختار شكل من ده. بس طبعا ده افضل لون عشان ايه؟ عشان ايه؟ خلي الاسمر زي ما هو. اهم حاجه عندي حاجه اسمها الكروس هير سايز. يعني ايه كروس هير سايز؟ شايف كده لما اعمل كانسل، شايف العلامه الصليبه اللي قدامك دي كده؟ دي بنسميها حاجه اسمها الكروس هير سايز. يلزمني ان انا اكبر حجمها او اصغر حجمها؟ في ايه؟
ان انا ممكن اخليها صغيره كده، ممكن اطبقها هتفيدني في ايه؟ هتفيدك كتير جدا يا جماعه. بعد كده لما يبقى عندك لوحتين جنب بعض، انت راسم لوحه ارض مثلا وفي لوحه متكرر جنبها، انت عايز تقارن الكاميرا دي هنا وعايز تشوف مكانها ايه هنا، فانا بدل ما اقعد ابص هنا يمين وشمال اعمل ايه؟ الخط لما يكون كبير اروح جاي حاطط الخط اللي جنب بعض اعرف ايه؟ اعرف اذا كان على الاسكيمات ده ولا لا. فاروح جاي له ايه؟ كليك يمين من هنا اوبشن ثاني اظبط من هنا، اخلي الكورسير سايز خليه 100% خليه 50% زي ما انت ايه تستريح. شايف؟ كورسير سايز ايه؟ كريم. رايت كليك ثاني خش على اوبشن بالشكل ده. في حاجه اسمها اوبن اند سيف. يعني ايه اوبن اند سيف؟ اهم مشكله بتقابلك تيجي تبعت لوحه بتاعتك لواحد زميلك يقول لك ما تفتحش عندي. ليه؟ عشان الزرارات. شايف هنا الديفولت بتاعه بيسيف على الزرار يكون كام؟ اللي انت مسطبها. طب انا واحد زميلي الجهاز بتاعه تعبان فمسطب 2010 مسطب 2007 هيفتح عنده؟ مش هيقدر خالص يفتح. طب اعمل ايه في المشكله دي؟ هتضطر تاخد اللوحه تاني وترجع تسيف على اصدار اقل، او تريح دماغك من البدايه تعمل ايه؟ اي لوحه عندك تسيف على اصدار سنه كام؟ شوف سنه كام؟ 2000، بحيث لو واحد عايش في العصر الجاهلي لسه يفتح ايه؟ يفتح. فانا مظبط الاعداد بتاعت النوتيفيكيشن دي سايب دايما على كام؟ يشتغل على اصدار كام؟ 2000. ودي الحاجه الوحيده بس اللي بتعمل ايه؟ الكات. لو دخلت على الريفت ما بيرضاش. وانت شغال على الريفت 2018 يجي في 2017 ما بيرضاش. الاعلى يفتح الاقل، انما الاقل ما يفتحش ايه؟ ما يفتحش الاعلى. ماشي؟ فدي برضه حاجه مهمه. برضه الاوتوماتيك سيف برضه طبعا بتقابلنا مشاكل كتير لو انت شغال على ورك ستيشن، جهاز كمبيوتر، الشغل بتاعك اللي ده لها كتير، وانت عمال تشتغل عينك طالعه من هناك، يروح جايب الكهرباء فاصله ولا حاجه تحصل، فايه اللي يحصل؟ الشغل بتاعك ما يروحش حاجه ايه؟ ما تسيبتش. فاحنا خلي مثلا السيف دي كلها قد ايه؟ 3 دقائق 4 دقائق، لا كده، عايز تخليها كلها 10 دقائق، انت وايه؟ انت وامكانياتك. فدي تاني حاجه تهمني. الطباعه دي لسه هنتكلم عنها ان شاء الله، موضوع الطباعه. اليوزر بيرفورمانس دي اهم حاجه عندي، اليوزر بيرفورمانس. شايفين الكليك اليمين بتاع الماوس دي؟ انا عايز اعمل لها شويه اعدادات كده تنجز لي شغلي. ايه هي؟ شايف كلمه راي كليك كستمايزيشن؟ يعني ايه راي كليك كستمايزيشن؟ اعدادات لمين؟ للكليك اليمين. اول سؤال بيسالوا لك يا باشمهندس بيقول لك ايه؟ اف نو اوبجكت ار سيلكت، يعني لو انا مش مختار اي حاجه كليك يمين في الحاله دي معناه ايه؟ يعني انا مش مختار اي حاجه؟ يعني الشاشه قدامي فيها حاجات كتير بس انا مش مختار. كليك يمين انت عايز تعمل لك ايه؟ ريبيت لاست كوماند ولا شورت كات منيو؟ يعني ايه؟ يعني نبدا نطبق نشوف الفرق بين ريبيت لاست كوماند وشورت كات منيو. بص كده ابلاي اوكي. انا مختار اي حاجه على الشاشه اضغط كليك يمين اللي حصل جاب لي شورت كات منيو. طب نفترض انا برسم لاين خط 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 رحت جاي طالع منه كده، هقعد بقى ارجع تاني اختار اون لاين ولا كليك يمين على طول ينجزني؟ انا عايز كليك يمين على طول ينجزني. اعمل ايه؟ اوكي رايح هنا ضغط واحده اقول له اوبشن رايت كليك يوزر برفورمانس رايت كليك كستمايزيشن اعمل ايه؟ اقول له ايه؟ ريبيت لاست كوماند. بص كده تعالى كده ارسم اي خط كده لاين لاين اهو اسكيب خرجت من الامر رايت كليك تاني عملت ارسم اخرج وهكذا. فهمتوا اول حته اول جزئيه؟ طيب تاني اوبشن تاني رايت كليك كستمايزيشن. تاني حاجه عندي حاجه اسمها ايه؟ اف وان اوبجكت اور مور سيلكتد. كليك يمين معناها ايه؟ يعني انا لما اختار خط عايز كليك يمين معناها ايه في الحاله دي؟ ريبيت لاست كوماند ولا شورت كات منيو؟ اكيد لو انت مختار حاجه اكيد عايز تعمل ريز تمسح تعدل، يبقى انت الافضل تخليها رايت كليك ولا ريبيت؟ خليها شورت كات ولا ريبيت؟ خليها شورت كات. يعني ايه معنى الكلام ده؟ يعني انا يا باشمهندس اهو لما اكون مختار اي خط من هنا كده الخطين دول لو انا ضغطت كليك يمين عمل ايه؟ لو انا ضغطت كليك يمين عمل ايه؟ جاب لي شورت كات ريبيت. في الحاله دي اقدر اعمل ايه؟ احذف امسح اعمل اللي انا عايزه سكيل اعمل اللي انا ايه؟ اللي انا عايزه. يبقى دي تاني حته نقدر نتكلم فيها. تالت حاجه في اليوزر برفورمانس لو انا قلت له كليك كستمايزيشن تالت حاجه اسمها ايه؟ بيقول لك ايه كوماند بروسيس رايت كليك معناها يعني ايه؟ كوماند بروسيس يعني انا عمال ارسم خطوط 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 في الاخر بعد ما انت خلصت رسم خطوط بيقول لك انت اخر حاجه عايز تعمل ايه؟ انتر ولا عايز تعمل ايه؟ شورت كات منيو ولا عايز تعمل ايه؟ انا خلصت خلاص يبقى اعمل ايه؟ شورت انتر. يعني ايه انتر؟ خلاص احفظ بقى الامر بقى بدل ما تقعد تسكيب بالكيبورد خلاص احفظ بقى الامر. يعني ايه؟ انا قلت له ابلاي اوكي تاني بص كده ارسم خطوط اهو عمال ارسم خطوط خلاص خلصت وزهقت كليك يمين خرج كليك يمين ارجع ارسم تاني كليك يمين اخر كليك يمين ارسم تاني اهو كليك يمين اخر يبقى ايه؟ حاول تنجز نفسك وانت ايه شغال.
برايك اللي الكستمايزيشن دي حاجه مهمه جدا وبتنجز علينا شغل. نظرتنا مش احنا نتعلم بجد، نظرتنا احنا نعمل ايه؟ ننجز وقتها فين؟ شغل الجد. ضغط كمان اوبشن يوزر برفورمانسز، رايت كليك كستمايزيشن خلصنا منها خلاص. ايه تاني محتاجينه؟ سيلكشن برضو لو انت عايز تختار، هنتكلم على السيلكشن دي دلوقتي. البروفايل بتاعك ده لو انت عامل اكونت على اوتوديسك طبعا بيظهر البروفايل بتاعك، يعني مثلا اسلام جميل ده انا عامل اكونت على اوتوديسك في بدل زمان، تقدر تعمل اكونت مجاني هتاخد البرامج دي كلها ايه؟ كلها مجانا، ماشي؟ بدل ما تقعد تعمل كراكات والكلام ده. فدي اول جزئيه عندي، يا ريت الناس كلها تبدا تظبط الاعداد دي عندها.